كورونا في اليمن ذاك ما بات معروفا للجميع، لكن الوباء يتجول في المدن دون رقابة وجهد حقيقي لإيقاف انتشاره. لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة عن مدى انتشاره باستثناء ما توفره الإمكانات البسيطة للرصد والمعالجة في بلد انهارت فيه كل بنى الدولة، ومنها القطاع الصحي الذي أصبح منهارا تماما حسب توصيف الأمم المتحدة. على الجانب الآخر للأزمة وهو الجانب الوقائي، فالواضح أن الناس لا تكترث كثيراً لأمر الوباء، وتبرر ذلك بكثير من الثقافة الخاطئة والجهل بخطورة الجائحة. وليس من المستغرب أن تجد كثيراً من الناس يقدمون إعفاءً للبلاد من الوباء. أعتقد أن الكورونا هذه هي مخصصة باليهود والنصارى، يعتبر أنهم أذوا الإسلام والمسلمين، فالآن يحسدوا الآن يعني ذنوبهم. ونحن إن شاء الله في اليمن لن تقربنا اسم فيروس كورونا هذا أبدا مهما كان الثمن، وأنا أكد لكم 100% إنما هذا بس تضليل على أساس إنه إعلامي، تضليل إعلامي ليس له أي أساس. هذه اللامبالاة في التعامل مع الوباء قد يكون مردها فقدان الأمل بالحياة والاستسلام لظروف الحرب التي تعيشها اليمن، فكثير لم يعد فارقا بالنسبة لهم أن يكون الموت بالحرب أو بكورونا أو غيره من الأوبئة والحميات التي تنتشر في طول البلاد وعرضها. لكن تبريراً كهذا لا يعني المغامرة في مواجهة موت من السهل تجنبه. السلطات المحلية في كثير من المحافظات تبدو حتى الآن مقصرة وغير قادرة على التعامل مع الوباء، وفشلت حتى الآن في تنفيذ إجراءات السلامة المتبعة، فما زالت تجمعات الناس في المساجد والأسواق والمنتزهات على حالها، وذاك استهتار قد يقود إلى عواقب وخيمة لا يحتملها البلد المنهك بالحرب.